امرأة تسكن في بيت مطل على الحرم مباشرة وتصلي مع الحرم عبر مكبرات الصوت وتشاهد المصلين وهي تصلي، هل صلاتها صحيحة؟ لا، ما دام اللي بينه وبين الحرم ما في صفوف، ما اتصلت الصفوف، بينه وبين الحرم مسافة ما فيها مصلون، لا تصح صلاتها. لكن لو كان اللي بينها وبين الحرم ممتلئ بالصفوف فلا بأس، أما أنه يكون بينها وبين الحرم مسافة ما فيها صفوف ولا مصلون، أو بينها شوارع وبين الحرم، هذا لا يجزي، لا يصح منها. نعم.